النهاردة التايتل بتاع التوك هي faculty's toolbox. Toolbox عشان يساعد أي حد عايز يبقى faculty member أو already faculty members إن شاء الله إن هم يعيدوا التفكير في طريقة تدريس الطلبة سواء في كليات الطب، الصيدلة، العلوم، أي حاجة ليها علاقة بالبيولوجيكال والبيوميديكال فيلدز. خلاص؟ قبل ما أبدأ خليني ويا ريت تجاوبوا في الشات بوكس، هل في من الحضور فاكولتي؟ يعني هل في منكم دكاترة اوريدي في الجامعة أو في حد ناوي يبقى دكتور في الجامعة؟ ولا مش في بقى مش يعني مش 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 عايزين تبقوا دكاتره في الجامعه؟ يعني ايه اللي هيكتب A معناه ان هو دكتور في الجامعه، اللي هيكتب B معناه ان هو ناوي يبقى دكتور في الجامعه، C معناه ان هو مش ناوي اصلا. فانا بس حابه اعرف الناس اللي موجوده الاودينس، يعني مين فيكو اوكي تمام بي و سي بس، ما فيش حد تاني موجود؟ هما إجابتين. أوكي تمام، 50-50 ده مش مشكلة. حتى بالنسبة للسي لو تعرفوا حد بيدرس حاولوا تنقلوا له يعني بعض الأفكار اللي إن شاء الله هقولها النهاردة. أوكي، ألبرت أينشتاين قال حاجة مهمة جدا: I never teach my pupils أو students. I only attempt to provide the conditions in which they can learn. اللي هو حاجة زي بدل ما أديله السمكة مطبوخة أنا أعلمه إزاي يصطاد. بس إن هو يعني basically بيحاول كان دايما يوفر لهم بيئة خاصة تشجعهم على إن هم اللي يبحثوا عن الحاجات اللي نفسهم يتعلموها وإن هم يبقوا شغوفين بالعلم. تمام؟ هبدأ معاكم بالcourse structure in general، يعني ازاي ممكن يبقى الcourse structure يكون ملم بالحاجات اللي تقدر تساعد الطلبة انها تحس انها متشوقة للcourse اللي انتوا بتدوه ومبسوطة بالcourse وحاسة ان هو منظم وكل حاجة هم مطلوبة منهم موجودة beforehand، موجودة قدامهم مطروحة عشان هم يعرفوا كمان ينظموا وقتهم. فأي كورس بيبقى معمول من assessments وassignments اللي هي الواجبات أو الحاجات اللي مطلوبة منهم يعملوها زي homework يعني، بس طبعاً assignments أكبر شوية عشان يعني دايماً إحنا بنربط الhomeworks بالمدرسة والassignments بالجامعة، وassessments يعني إنه بنحدد المستوى بقى، إيه الأخبار، إيه أخبار الطالب، يا ترى فهم الحاجات اللي أنا بشرحها ولا لأ، وفي كذا نوع من assessments دايماً هنشوف. فبالنسبة للassignments في tool جميلة جدا وهي canvas. أنا بتهيألي جامعات كتير في مصر عندها canvas أو blackboard، أنا عارفة في blackboard بس هو canvas كمان أحسن بكتير، يعني لأنه ممكن الواحد يدرك جوه canvas tools كتير قوي يقدر يستخدمها في التدريس. فبالنسبة للassignments ممكن يبقى في discussion boards، ممكن يبقى في add puzzles، kahoots، near puzzles، وكل الحاجات دي انا هقول لكم عليها قدام شويه، وممكن يبقى في group projects. تمام؟ بالنسبه للdiscussion boards دي عباره عن انه الواحد مثلا الدكتور بيشرح التوبكس بتاعته طول الاسبوع وفي اخر كل اسبوع بيعمل discussion board. الdiscussion board دي الطالب يبقى مسؤول فيها ان هو يسال سؤال هو جيف باله على الماتيريال بتاعت الاسبوع اللي فات وبيجاوب على سؤال طالب تاني. احيانا ممكن دكتور تاني يحط لا جاوب على سؤالين لطالبين تانيين. تمام؟ فده الديسكشن بورد. فالديسكشن بورد الحلو فيه ان في ناس مش بتبقى واخده انها تتكلم يعني قدام يعني حتى لو طلبه تانيه بتبقى مكسوفه، they're introvert a little bit، فبيحبوا يعني بيفضلوا اكتر ان هم يكتبوا، ان هم يبقى في dynamic sort of interaction، وبيفضلوا الديسكشن بوردز. فعشان الدكتور يعمل حساب كل انواع الطلبه بكل انواع الليرنينج الليرنينج تايبس بتاعتهم، احلى حاجه ان هو يحاول يجمع ما بين ديسكشن بوردز وما بين ديسكشنز في المحاضره، ما بين يعني يحاول دايما يعرف انه في ديفرنت تايبس اوف ليرنرز من الطلبه، فلازم واحد تو اكوموديت كلهم مع بعض.
فده بالنسبة للدسكشن بوردز. الاد بازلز والكاهوتس والنير بودز دي حاجات او تولز موجودة اونلاين، ودلوقتي زاد استخدامها بالذات بعد كورونا عشان الاونلاين ليرنينج والديستانس ليرنينج، هشرحها لكم بعد كده. بالنسبة للجروب بروجكتس، احنا دايما مهم بالنسبة لنا كدكاترة في الجامعة ان احنا نعود الطلبة ونعلمهم من وهم في الجامعة ازاي يعرفوا يتعاملوا مع بعض ويشتغلوا من خلال عمل جماعي على حاجة معينة، على مشروع معين. وانا من النوع اللي بفضل مثلا ان انا اساين ده، ما بخليهمش يختاروا بعض، انا من قبل ما الكورس يبدأ حتى بقوم حاطه جروبس مع بعضها. ليه؟ لان هم لما يعني يبقوا في الريل لايف عمرهم ما هيختاروا، هم مش هيختاروا التيم بتاعهم اللي هيشتغلوا معايا، هم بيقدموا على شغل وبيروحوا ايا كان التيم، هيضطروا ان هم يتأقلموا معاه ويشتغلوا معاه عشان يعرفوا يظبطوا شغلهم كويس ويعملوا شغلهم على اكمل وجه، صح؟ فبالنسبه للجروب بروجكتس ممكن تبقى انواع كتير، هقول لكم على الانواع دي في السلايد اللي جايه. Nonetheless في بقى ممكن تبقى افكار تانية جديدة للواجبات او الاسايمنتس اللي ممكن الواحد يديها للطلبة. مثلا انا في كورس من الكورسات بتاعتي اللي هو Advanced Cell and Molecular Biology، اللي انا جه في بالي ان انا هعمل زي Fitness and Tennis Day، والFitness and Tennis Day ده الطلبة هتيجي فيه، هيبقى فيه رياضة وهنلعب تنس وزي ما شايفين في الصورة، يعني انا هو by the way دول الطلبة بتوعي اللي هيحسن، هما we'll have fun وهنلعب تنس وهنلعب سبورتس وحاجات كده كتير. بس on the other hand ايه بقى how can I relate it to the cell and molecular biology؟ simply can في discussion board هيكتبوا سطر سطرين ويكتبوا reference، يعني حطوا اللينك بتاع reference، هو انه ايه الامباكت of working out on the level of the cell. فانا كده خليتهم يقرنوا a fun activity وحاجة اتبسطنا فيها we connected together، ويعني كانت حاجة لذيذة، مع ان هم يفكروا في الحاجات اليومية اللي احنا ممكن نعملها وتأثيرها على الخلايا بتاعتنا. فده كده connecting theory to practice، او ان الواحد بيحاول يخليهم يفكروا ان ازاي الحاجات اللي احنا بندرسها في العلوم المختلفة مش حاجات بس بندرسها عشان نرميها في الامتحان وخلاص، لا هي simply حاجات بندرسها عشان هي تمثنا وتمس حياتنا وتمس صحتنا وما الى ذلك. اوكي، انواع تانية من الجروب بروجكتس ببساطه زي ممكن يعملوا ثيوريتيكال ريسيرش بروجكتس، يعني هم يطلعوا بافكار زي مثلا في الفارماكولوجي كورس بتاعي، بما ان انا اصلا صيدلانيه فبدي برضو فارماكولوجي، انا بدرس فارماكولوجي وبدرس نيوروساينس وبدرس بايوكيمستري وبدرس ادفانس سيل اند مولكيولر بيولوجي، ودرس حاجة اسمها College 320 اللي هي الـ Undergraduate Research Experience. يعني بيبقى في Research Projects بتاعتي في اللاب بيبقى في Undergraduate Students بيجوا يشاركوني في الـ Research، وده بيبقى جزء من الـ Credit Hours بتاعهم. فممكن يعملوا Theoretical Research Project زي في الـ Pharmacology Course، basically هما بيحاولوا يطلعوا بفكرة دواء against disease معين هما عايزين to target. ممكن يعملوا educational videos، والeducational videos دي ممكن تبقى using green screen. طبعا كلنا بنسمع، كم حد منكم سمع عن green screen وان ازاي الواحد لو عمل green screen هي الخلفية يقدر بقى يلعب في الخلفية ويحط animations ويعمل حاجات كتير. ممكن يعملوا social media platforms kits وvideos، بما ان دلوقتي ده عصر social media واغلب الشباب الصغير very involved في السوشيال ميديا، فكمان ليه احنا ما نحاولش ندمج نخليهم يستخدموا السوشيال ميديا بشكل مفيد. ممكن يعملوا educational songs بالذات في البيولوجي وفي السيل اند مولكيولر بيولوجي، هتلاقوا حتى على اليوتيوب songs تحفه اساسا. فبرضه من ضمن الحاجات اللي انا كنت خليتهم يعملوها انه come up with a song ليها علاقه بحاجه من الحاجات اللي انا درستها لكم. فده بالنسبة للeducational videos. ممكن يعملوا community service أو public health campaigns زي مثلا في الكورس بتاع neuroscience بتاعي، حاجة من الحاجات اللي احنا عملناها هو ان عملنا brain awareness week. البrain awareness week ده simply رحنا event كده من ضمن الevent ده، كان event كبير انه هم ابتدوا يعملوا brochures وعملوا مسابقات للأطفال وللكبار عشان يعلموهم على البrain in general وعلى الأمراض العصبية in specific وعلى السكتة الدماغية والحاجات دي كلها. وممكن ان هم يكونوا simply الجروب project simply ان انتو كجروب to review a specific topic. Let's say a technique PCR
Western blot ده حاجة مثلا في البايوكيمستري أو ممكن يكون topic معين مثلا في neuroscience وما إلى ذلك. فدي مثلا examples لبعض المشاريع اللي الطلبة بتوعي عملوها. ده مثلا theoretical research projects. فهتلاقوا مثلا اللي مسمي البروجكت the claudinator novel drug candidate to target claudin proteins for the treatment of celiac disease. هتلاقوا different diseases with different ideas and amazing ideas actually. يعني انا دايما بشجع الطلبه انها تبص على recent research وتشوف ايه research question اللي هم عايزين to answer and what's the research gap. يعني دايما بقول لهم حتى يبداوا مثلا بريفيو بيبر the most recent review paper في الديزيز اللي هم عايزين to target the most recent review paper that is talking about ill treatment. تمام ill treatments the different treatment strategies or pharmacological interventions. وبعدين من هناك يقدروا يطلعوا بالريسيرش جاب وايه اللي هم ازاي ممكن يبريدج او يحلوا او يفل ذات ريسيرش جاب. بس بالنسبة لل ده مثلا الجرين سكرين والإدوكيشنال فيديوز using green screen. فأنا مثلا هديكو example يعني اللي أنا عملته. أنا عندي green screen وعندي اللايت وعندي كل حاجة وبمساعدة حد actually في مصر عرفت أن أنا أكابتشر الفيديوز بتاعت الطلبة. قلت كل جروب من الطلبة أن هم يعملوا أفكار معينة للنيوروساينس و basically ده مثلا فيديو منهم هي بتتكلم على ال types of brain scans. Did you know brain scans are the number one؟ فدي فكرة تانية. ليه لا ليه ما نخليهمش ان هم يتعلموا how to create educational videos professionally و how to يعني يعملوا حاجة fun exciting بس في نفس الوقت تقدر كمان تفيد ناس تانية كتير. فبيبقى برضو public health interventions و awareness. So that's really nice. And الواحد يشجعهم ان هم to take part in assignments او يبقى عندهم assignments that are graded. بس في نفس الوقت ال assignments دي ليها value. تمام؟ Educational songs and short fun videos. فمثلا زي ما انتم شايفين هنا اللي عمل Khan Academy or Khan Academy style video تحت هنا ال ATP hydrolysis. اللي عمل how do cells respond to space flight. حاجة عادية زي الانزيم انهبيشن عاملينها زوم ستايل يعني الجروب كله مسجل البرزنتيشن. حد تاني مثلا عمل في البارك الفيديو بتاعه على اساس انه يختار حاجات different things from the park بحيث ان هي دي تكون الكومبوننتس اوف ذا يوكاريوتيك سيلز. تمام فيعني دي بتشجع الطلبة انها تفكر بره الصندوق وانها basically يعني ما يبقاش في limit يعني يعملوا اللي هم نفسهم يعملوه وده بيخلي الدكاترة كمان تنبسط لأنه هتحس قد إيه الطلبة are so creative and it's something that should be largely appreciated. ده الـ public health campaign مثلا اللي احنا عملناه أو ده احنا كلنا يعني جزء من الطلبة وجزء تاني كان على البوث. هتلاقوا الـ interaction بقى والأطفال والكبار و it was really nice يعني وفعلا ناس كتير استفادت الحمد لله. ده الـ review of the specific topics. طبعا مخبيه names هو ان احنا الهيبا مهم جدا الحفاظ على خصوصيات الطلبة مش شرط الاسامي تتحط تستخبى دايما احسن. فمثلا ده specific topics اللي بيتكلم على الـ PCR اللي بيتكلم على مثلا الـ electrophoresis and western blot and so on and so forth. فده حاجة تانية للـ group projects. فأنا كده اديتكم glimpse أو idea عن الـ group projects. تمام؟ بالنسبة للـ assessments، الـ assessments عندنا بتبقى كذا نوع. في diagnostic assessments. الـ diagnostic assessments دي اللي بتتعمل في أول مثلا المحاضرة. Let's say إن أنا النهاردة هشرح لكم مثلا الـ cardiovascular pharmacology. فأنا حابة الأول أعرف أجس النبض أشوف مين عارف إيه. لو أنا عندي فيديو قبل المحاضرة flip classroom عايز أعرف مين شاف الفيديو كده يعني. فأنا ممكن أدي سؤال في الأول زي السؤال اللي أنا أديته لكم في الأول مثلا اللي هو مين faculty مين مش faculty مين عايز يبقى faculty. أنا كده بdiagnose مي أو يعني عايز أعرف مين إيه عشان أعرف الأودينس بتاعي. تمام؟ بس in case of the courses أنا عايز أdiagnose the level of knowledge of the students. ممكن أبدأ ببول
ممكن ابدا ب small quiz، ممكن اعمل حاجه اسمها pre post assessment، في كذا حاجه. في بقى عندكم summative assessments اللي هي بتبقى زي امتحانات نهايه العام، هي من اسمها summative. وفي formative assessments اللي هي زي مثلا انا حاطه هنا a quiz every two weeks او every other week، ده هو formative، بحيث ان هو ده بيبقى زي check point. انا اديت محاضرتين 3 4 5، طب انا دلوقتي وقت ان انا عايزه assess knowledge واشوف الطلبه ايه اخبارها، في حاجات مش فاهمينها، في حاجات فاهمينها كويس، طب الحاجات اللي مش فاهمينها يمكن لازم اعيدها تاني او اعملها بطريقه مختلفه. فممكن الformative assessments دي تبقى بالكويزز اللي هم every two weeks، ممكن تبقى fun competitive quizzes بالكهوت او النير بود اللي انا هقول لكم عليها بعد كل محاضره، وده اللي انا بعمله. بيبقى زي كهوت كده هوريه لكم يعني، او هشرحه لكم شويه. وطبعا السامتيف اسسمنت اللي بتبقى في الاخر اللي هي الفاينل اكزامز. تمام. طيب، a mind is a fire to be kindled, not a vessel to be filled. ودي حاجة مهمة جدا. أنا حتى في كورساتي عمري ما ركزت إن أنا لازم أخلص الكتاب أبدا. أنا بحس إنه إحنا مش في ماراثون، أنا مش لازم أجيب كتاب قد كده هو وأقول هو ده الكتاب لازم نخلصه كله أو نصه أو ربعه، الموضوع مش كده. أنا اللي بعمله إن أنا بختار topics معينة مهمة جدا throughout الكتاب، بحس ان التوبكس دي هي اللي هتشعل الكيوريوزيتي او تو اجنايت الكيوريوزيتي بتاعت الستودنتس ان ريجاردز تو ذات كورس. فبختار الحاجات اللي هي هتديهم سوليد باك جراوند. يعني مثلا لو فارماكولوجي لازم اديهم فارماكوداينامكس فارماكوكينيتكس، لان هو فارماكولوجي ماده واحده. طبعا الفارماكوكينيتكس والحاجات الثانيه دي ممكن تبقى مواد لوحدها، حتى احنا في صيدله بندرسها لوحدها، لكن هو عشان ما عندناش كده فهو الفارماكولوجي بيشمل كل الحاجات دي. فبديهم الحاجات الفاندمنتال اللي هي بتساعدهم ان هم يفهموا الفارماكولوجي كويس، بس كمان في نفس الوقت بختار حاجات تانية برضو ممكن تحمسهم اكتر ان هم يركزوا على الفارماكولوجي ويحبوا يبحثوا اكتر في مجال الفارماكولوجي ويتعلموا اكتر. فانا بحب السبيسنج اوت، يعني مثلا ادي لكل topic one week 3 محاضرات، بحيث او في topics ممكن تاخد 2 weeks، بحيث ان هما ما يحسوش ان هما بيجروا، ولا انا كمان احس ان انا بجري، وهو اعرف ان هما طلعوا بكواليتي انفورميشن. الموضوع مش كوانتيتي، الموضوع كواليتي دايما، النوعيه مش الكم ابدا. اوكي. فاللي بيساعدني على كده التولز برضو اللي انا بستخدمها، فعشان كده انا حابه اشارككم برضو بالتولز. زي ما قلت لكم كانفاس هو الامبريلا، هو المظله اللي تحتها ممكن تستخدموا التولز الثانيه كلها، لان كانفاس حقيقي يعني تول عظيمه بصراحه، بتساعدكم تنظموا الكورسز بطريقه محترمه جدا. وطبعا هو المفروض انه الجامعه هي اللي بتبقى عندها البلاتفورم ده، ففي جامعات ممكن يكون عندها كانفاس، في جامعات ممكن يكون عندها بلاك بورد، في جامعات ممكن يكون عندها بلاتفورمز ثانيه، بس اي بليف انه كل البلاتفورمز ممكن تساعدكم انتوا تنظموا الكورسز بتاعتكم. Nonetheless, Canvas is really effective. تمام. ففي بقى Screencast-O-Matic, Ad Puzzle, Nearpod, Zoom, Exam Soft والكهوت طبعا. الكهوت by the way انتوا ممكن اصلا هكتبه لكم هنا على الشات بوكس، kahoot.com. ده تقدروا تروحوا وتشوفوا، هو for free. حلو جدا، بتعرفوا تبنوا اسئله، وبعدين لو انتوا بتدوا محاضره في زوم مثلا يو شير يور سكرين، لو بتدوا محاضره يعني اون كامبس بيتحط هو على السكرين وبيدي بين نمبر، وبعدين الطلبه بيبقى عندهم الاب على السيل فون وبيدخلوا البين نمبر وبيبداوا هم يجاوبوا، يبصوا على السؤال ويجاوبوا. مستوانا فين؟ لو تقدر يبقى عندك اكتر من اسبوع يكون افضل. هو seems the air meet في مشكله، لان الحاجات دي ما بتحصلش في زوم. Nonetheless it's okay. هل انتوا كلكم سامعيني؟ تمام. انا I have a feeling انه كله سامع. اوكي. فده بالنسبة للكهوت. خلاص الكهوت is really interesting and very nice. تعالوا نشوف بقى الحاجات التانية.
الاذر بلاتفورمز. Teachings or teaching is hard. You need different skills. You need positive reinforcement, keeping students from getting bored, commanding their attention in a certain way. ده بيل جيتس اللي قال كده. هو فعلا التيتشنج هارد, بس التيتشنج is an amazing profession. It's a blessing. It's really a very rewarding and noble profession. بس لازم يكون الواحد بيحب التدريس. لأنه لو الدكتور بس اختاروا انه يبقى دكتور في الجامعة عشان البرستيج, الطلبة بتحس ده جدا by the way. وبتحس انه هو قلبه مش عليها. فبالتالي حتى الإيفاليويشنز بتاعت الطلبة بتبقى وحشة جدا للدكتور ده. لأنه كمان الدكتور ده للأسف مش هيتعامل مع الطلبة من منطلق انه هو انسان حريص عليهم عايز يعلمهم ومش شايف نفسه كمان مهمة جدا. الموضوع مش موضوع ان انا دكتور في الجامعة وانا يعني حاجة فظيعة وشايف نفسي وهم تحت رحمتي ابدا. مجرد ما الموضوع يتاخد بالشكل ده يبقى تأكدوا ان الدكتور هيفشل فشل ذريع او هيدعي عليه للأسف كتير, لانه الموضوع عمره ما كان كده. عمره ما كان موضوع انه انا الطلبة تحت رحمتي يبقى انا هزلهم هوريهم اللي عمرهم ما شافوه هسقطهم. الموضوع ابدا ما كانش كده. يعني هو مش هو دي العلاقة الصح ما بين الطالب والدكتور, تمام؟ فعشان كده لازم يكون passion, مش ان الواحد عايز prestige. لانه التدريس صعب مش سهل ابدا. ولو واحد واخده كجوب مش كباشن, it's torturous, تعذيب بجد يعني. خلاص. ده الكانفاس مثلا, ده الكورس بتاعي بتاع البايوكيمستري. فهتلاقوني في الهوم بيج عامله برضو جرين سكرين فيديو بعرفهم على ايه الحاجات اللي احنا هناخدها في الكورس and so on and so forth, تمام؟ وبعدين ممكن تستخدموا موديولز. الحلو في الموديولز ان هي زي ما انتوا شايفين تحت كده, انتوا بتنظموا لهم كل حاجه. ويك 1 ايه اللي هيبقى فيه, ويك 2 ايه اللي هيبقى فيه, بالاسايمنتس, بالبي دي اف, بالفيديوز, بكل حاجه ترصوها. فهم يقدروا يدوسوا ويروحوا نكست. كل ما يخلصوا حاجه يروحوا نكست. فده بينظمهم وبيخليهم يبقوا عارفين ايه اللي محتاجين يعملوه في الاسبوع ده, ايه اللي محتاجين يعملوه في الاسبوع الجاي. مش عندكم كانفاس, عندكم طريقه ثانيه ممكن تعملوها, الا وهي انكم تو كرييت ا سمبل وورد دوكيومنت. السمبل وورد دوكيومنت دي هتبقى زي اورجانيزيشنال تول ليهم, هتساعدهم ان هم يعرفوا ايه اللي مطلوب منهم في الويك اللي جاي. مش هيبقى عندهم justifications, والله يا دكتور انا ما عرفتش اعمل كذا, اصلا ما كنتش اعرف انه في حاجه عندنا الاسبوع الجاي, اصلا ما كنتش اعرف هسبميتد فين, اصلا كذا. فما فيش حاجه خلاص. هم عندهم التول دي اللي هي تبقى شكلها كده, بتنظموها, بتحطوا الفيديوز لو في يوتيوب فيديوز عايزينهم يتفرجوا عليها, لو في assignments, الشابتر, الديسكشن بورد, كل حاجه حتى تحطوا اللينك. مش عايزين تعملوا كده ممكن تحطوا في السيلابس. السيلابس is the contract between the professor والطالب. فأنا عشان أعمل contract حلو وفير للطلبة وتحس إن الكورس منظم والدكتور منظم, برضو بحط اللينكات جوه السكيدجول. فمثلاً إيه الطلبة يعرفوا إن هو مثلاً في week 2 اللي هو من مثلاً 25-29 يناير عندهم add puzzle اللي أنا هوريها لكم بعد كده على الcarbohydrate structure والfunction. عندهم quiz 1 ودول لينك, فهم يقدروا يدوسوا على اللينك من السيلابس وبس كده, تمام؟ اوكي. تاني حاجه الديسكشن بوردز اللي انا قلت لكم عليها, ممكن يبقى في توبيك سبيسيفيك ديسكشن بوردز اللي هي ممكن تبقى مرتين في الاسبوع. دي ليها علاقه بالمحاضرات اللي قبل اليوم اللي اتحدد فيه الديسكشن بورد. وممكن يبقى في ريفيو ديسكشن بوردز اللي هي زي ما قلت لكم في اخر كل اسبوع بيبقى الطلبة بتكتب سؤال ليه علاقة باللي أخدوه طول الأسبوع, وبعدين بيردوا على سؤال أو سؤالين من زمايلهم, تمام؟ في كويزز. فممكن مثلا يبقى الكويز يا إما multiple choice, وأنا دلوقتي بقيت أتبع سياسة multiple choice, كل الكويزز بتاعتي multiple choice. nonetheless الفري response questions برضو حلوة. أغلب الكويزز بتاعتي دلوقتي حتى الامتحانات open book, لأنه بالذات مع distance learning عشان عايزه اضمن ان الدنيا تبقى fair. مش عايزه انه لانه في ناس ممكن عندها ضمير وناس تانية مش شرط, فاتليست ابقى ضامنه انه كله عنده النوتس. فده بيقلل شويه من التندنسي ان انا عايزه اغش وعايزه ابص. لا خلاص انت اوريدي عندك اكسس للنوتس, فيا ريت يكون هو ده الليمت بتاعك.
وما تعملش ريسيرش على جوجل، واصلا مش هيبقى في وقت، لانه مثلا الواحد هيبقى عنده 60 سؤال في الامتحان الفاينل وعنده let's say ساعة ونص او ساعتين، فلو جوجلد every question that's it، خلاص مش هينجح اصلا لانه مش هيلحق. تمام؟ فالحلو في كانفاس انه ممكن واحد يعمل كويزز، ودلوقتي we deliver الفاينل exams على كانفاس. في حاجة حلوة قوي اسمها فليب جريد، برضو فليب جريد من التولز اللي ممكن الواحد يحطها جوه كانفاس. الحلو في الموضوع ان احنا لو مثلا حاجة زي اللي حصل دلوقتي وبعد كل الكورسز اونلاين، ممكن كدكتور ابدأ واقول مثلا 3 interesting things about myself، اصورها برا، اصورها في المكتب، فده هيكسر it's like an ice breaker، وافتحه للطلبة عشان هم كمان يقوموا عاملين فيديوهات عنهم 3 interesting things، وكده كلنا نقدر نتفرج على فيديوهات بعض ونتعرف على بعض، فده فليب جريد. ماشي؟ Screencast-O-Matic is a tool outside of Canvas. Screencast-O-Matic هي دي اللي أنا بعمل بيها فيديوهات مختلفة. يا إما بسجل محاضرة عادية زي ما أنتوا شايفين هنا، ده السلايدز ودي السكرين بتاعتي الكاميرا، أنا بفضل إنه يبقى الاثنين مع بعض، مش بس إن أنا أبقى فويس أوفر عشان يشوفوني مع السلايدز، أو إن أنا كنت بعمل كده برضو لما كان on campus ومحاضرات in person، كنت بحط الكاميرا وبسجل اللي انا الـ كل حاجه، بسجل السلايدز وبسجل المحاضره لو انا حتى بكتب على البورد، وبطلعها اونلاين عشان اللي ما حضرش او اللي عايز يراجع المحاضره تاني يقدر to have access to the recorded lecture. ممكن اعمل activities using الكام دوك اللي هي شايفينها تحت كده far right below. فالكاميرا دي بتساعدني ان انا اقدر مثلا اعمل حاجات biochemistry، مثلا activities biochemistry اشرح لهم بmodels different things. تمام؟ ممكن استخدمها برضو ان انا اشرح لهم حاجة هنا مثلا زي لوشاتلييه's principle مثلا، وممكن استخدم حاجة زي ده الجراف باد حلوة جدا by the way، وفي امازون، والحاجات دي كلها by the way في امازون واسعارها مش غالية خالص. وتقدروا الجراف باد ده في ناس بترسم بيه، بس انا مثلا بشرح على زوم او بعمل انوتيشن بيه، وممكن تستخدموه كماوس، بس هو طبعا الجراف باد حلو عشان الواحد خطه بيبقى احلى كتير من انه يرسم او يشرح بالماوس. تمام؟ فده بالنسبه للسكرين كاستوماتيك ممكن واحد يسجل بيه حاجات كتير. ده بالنسبه بقى للاد بازل. الاد بازل الواحد بيسجل الفيديو مثلا على سكرين كاستوماتيك، وبعدين بيكرييت ا سبيسيفيك كلاس روم في اد بازل، والاد بازل عباره عن اهو ده الويب سايت www.adpuzzle.com. تمام؟ وبعدين بيابلود الفيديو في اد بازل وبيبدا يانبد كويشنز جوه الفيديو عشان الستودنتس يبداوا ان هم يعني عشان اولا انا اعرف اتراك هل الستودنتس بيتفرجوا على الفيديو ولا لا. وحاجه مهمه في اد بازل ممكن تعملوها هي ان you could skip you could stop skipping، فالستودنت هيضطر يتفرج على الفيديو كله ويحل الاسئله one by one، فكده انتوا تتاكدوا ان الستودنت watched the whole video. خلاص؟ فشايفين النقط الصغيره دي هي دي الاسئله، فالستودنت بيدوس بلاي يتفرج على الفيديو، يجي عند الحته دي يطلع له سؤال، عند الحته دي يطلع له سؤال and so on، وبعدين بيقوم طالع لي كام طالب من الطلبة خلص وترند ان الاد بازل، وبيطلع لي السكورز بتاعتهم، وممكن كمان اداونلود ات از اكسل شيتس، فهتديني بقى التايم سبنت بير اد بازل والسكورز بتاعتهم اند سو اون، فايتس ريلي جريت. خلاص؟ نيربود ده بقى حاجة جميلة جدا. نيربود، وخليني برضو اكتب لكم الويب سايت. نيربود ده انتوا ممكن ان انتوا تحطوا كل محاضرتكم عليه، والحلو ان انتوا you can embed videos، you can embed quizzes، you can embed notes. عارفين sticky notes؟ في كده حاجة جوه نيربود تقدروا تعملوا open discussion question، والطلبة تبدأ تكتب، و when you share ال responses بتاعت الطلبة هتطلع ك sticky notes، وتختاروا انتوا الباك جراوند وكل حاجه. في جيمز، في ماتشنج، في حاجات كتير قوي في نيربود،
واتس سو ايزي تو يوز، يعني ما فيش اسهل من كده. فدي برضو طريقه تانية انتراكتيف. والحلو في الموضوع سواء في كهوت او في نير بود ان انتوا يا اما تقدروا تعملوا لايف ليكتشر والطلبه معاكم، او تقدروا تطلعوا لهم لينك سيلف بيست، يعني هم ياخدوا اللينك عندهم لغايه الشهر الجاي يقعدوا ياخدوا في المحاضره دي ويذاكروا فيها ويحلوا الاسئله وكل حاجه. تمام؟ فده اللي هو بيسموه سيلف بيست. انا مش عارفه اذا في انوتيشن سيلف بيست، فهو ده لان الطلبه بتاخد اللينك تمام وبتقدر انها تشتغل على their own، يعني using their own time. الزوم طبعا خلاص كلنا عارفينه، انتوا دلوقتي احنا بنستخدم اير ميت، بس الزوم طبعا is much more effective في lectures وفي الحاجات دي. ممكن واحد يعمل one on one virtual meetings office hours. الحلو في الزوم انه في breakout sessions ممكن، فانا دايما في محاضراتي احيانا بعمل activities وبقوم مقسمه الطلبه for instance لجروبس، وكل جروب بيبقى في روم لوحده وانا بقى بتنقل ما بين one room to another. فده بيبقى really effective ان هم يعني يقدروا يشتغلوا مع بعض، برضو حتى لو هي online setting بنحاول على قد ما نقدر to simulate the on campus setting لما يقعدوا كلهم حوالين ترابيزه واحده. تمام؟ فالزوم is really effective. في حاجه اسمها exam soft. exam soft ده من ضمن التولز اللي ممكن واحد يستخدمها عشان يعمل الفاينلز عليه. والحلو فيه انه exam soft ده ممكن تحطه learning objectives وتلينك كل سؤال من الاسئله بتاعت الامتحان learning objectives اللي انتوا عايزينها. فعشان كده ده بيساعدكم في الاسسمنت في الاخر، بالذات لو اليونيفرسيتي بتاعتكم is continuously seeking accreditation تمام من اي accrediting body. اوكي، فالاكزام سوفت حلو قوي عشان كده. Nonetheless دلوقتي كانفاس كمان ممكن الواحد يلينك الاوبجكتيفز الليرنينج اوبجكتيفز في كانفاس. ففي حاجه اسمها الكورس ليرنينج اوتكمز، البروجرام ليرنينج اوتكمز، الانستتيوشن ليرنينج اوتكمز اللي هو بي ال او سي ال او اي ال او اند سو اون. خلاص. والحلو كمان انه ممكن الواحد على اكزام سوفت يعمل براكتس تيست. فلو الطلبه عايزه بس تفهم الدكتور وتفهم طريقه امتحاناته، فالدكتور ممكن يعمل براكتس تيست مثلا نص ساعه، برضو يبعت يعني يدي للطلبه الباسورد وكل حاجه بحيث ان هم ياخدوه in their own time ويبقوا عارفين الدكتور بيفكر ازاي، اسئلته عباره عن ايه وكده. خلاص. آخر حاجة هختم بيها هي الـ significance of the students' feedback. Feedback is a gift. Ideas are the currency of our next success. Let people see the value, see you value both feedback and ideas. الدكاترة مهم جدا إنها تحط into their consideration الـ feedback, الـ value of the feedback of the students. الطلبة هي الـ customers بتاعت الدكاترة. الطلبة هي اللي فعلاً أراءها بتفيد جداً إن الدكتور يتحسن في طريقة التدريس ويحسن من الكورسات بتاعته. يعني ما ينفعش إن إحنا ما ناخدش بأراء الطلبة، ما ينفعش إن إحنا ما نسمع لهمش، ما ينفعش إن إحنا نضرب بأراءهم عرض الحائط. لا، المفروض إن إحنا نقدر لهم، نقدر أراءهم، نديهم يعني فرصة إنه يعملوا فيدباك ويكون honest feedback, anonymous feedback. والدكتور ما يحسش الطالب ان هو بيهدده لو هو لو مش كلهم مثلا عملوا perfect scores للدكتور يبقى هيسقطوا. كلام زي كده ما ينفعش، لانه ازاي الدكتور هيتحسن مثلا. تمام؟ فانا مثلا بالنسبه لي بعمل midterm evaluations بستخدم جوجل فورمز. سمبل جوجل فورم. الجوجل فورم دي الجوجل فورم زي كده الكورس نيم الانستراكتور، وبعدين بقى ايه بيبقى في اسئله كتير بقى تحت الطالب يقدر يقيمني فيها، وده بتاعي انا. بيبقى انا ببقى مش عايزه استنى لغايه اخر السنه، عايزه في نص الترم اتاكد هل كل حاجه تمام، هل الطلبه مبسوطه بالابروتش اللي انا عاملاه بالكورس ديزاين بالحاجات دي كلها، ولا مثلا عندهم افكار تانية. فيبقى لو كده عندي نص ترم كامل اقدر احسن فيه واطور، ما عنديش اي مشاكل، وانا بحب اسمع للطلبه. تمام؟ فده حاجه. وفي الاند اوف ترم ايفالويشن، ده بيبقى تبع الجامعه. فالجامعه اللي بتبعت للطلبه اللينكس والطلبه بتيفالويت البروفيسورز، وده بيبقى عند الجامعه. فطبعا لما واحد يعمل ميد ترم ايفالويشن ده بيديله فرصه يحسن ويخلي الطلبه فعلا مبسوطه من الكورس وهو كمان مبسوط. ومش كل حاجه لازم يسمع لها باي ذا واي، بس يناقش الطلبه يقول لهم انتوا
شكرا قوي على مثلا الفيدباك بتاعكم، بس الحاجه دي انا مش هعرف اعملها، انا اكشلي اخترت الابروتش ده عشان هيفيدكم في كذا كذا، فتتناقشوا، فلما تتناقشوا الطلبه هتفهم وتقدر. تمام. وفي حاجه تانية اسمها ريت ماي بروفيسور، هو ده انا بسمي ده فضيحه بيبقى ليه، لان هو الناس اصلا او الطلبه اونلاين، اتس اونلاين اند اتس بابليك فور ايفريون، فممكن الطلبه تدخل وتكتب اي حاجه هي عايزاها. تمام. فلما تكتب اي حاجه هي عايزاها مش مضمون هم هيكتبوا ايه، في طلبه ممكن تحب الدكتور، في طلبه بتكره الدكتور، فهتكتب بقى يعني اللي هي ربنا يقدرها عليه. فبرضو ده حاجه تانية طلبه بتستخدمها عشان تدخل تدور على الدكاتره قبل ما تاخد الكورسز، ريت ماي بروفيسور. تمام. فده برضو حاجه تانية الطلبه بتستخدمها زي ما قلت لكم فور ايفالويشن، فبرضو مهم ان الدكتور يقرا اللي الطلبه كاتبينه في ريت ماي بروفيسور ويشوف ايه الاخبار، هل كله تمام ولا لا. فالتيك هوم مسجز سيمبلي هي ان احنا نفتكر لاي حد بيدرس في الجامعه انه التدريس مهنه عظيمه، احنا بنربي اجيال. اي نعم تدريس الاطفال كمان اعظم واعظم، ان واحد منه هم صغيرين هو ده اللي بيغرس يعني اللبنه اللي بتشكل بيز على التدريس من الصغر، لكن احنا برضو ستيل بنكمل تربيه الاجيال، بنطلع لو احنا بنشارك او بنساهم في تدريس اخصائيين في الهيلث، يعني هيلث براكتيشنر، سواء دكاتره صيادله دنتست مهندسين whatever it is، يعني لازم نعرف انه دي حاجه عظيمه وان احنا يعني دورنا حقيقي كبير، فنقدر النعمه دي ونقدر المهنه دي. تمام. دول كانوا cell and molecular biology students. لازم نبقى مبتكرين في طريقة تدريسنا، نحاول ندخل different tools and techniques، ما نبقاش بس تقليديين اللي هو ال stage of the stage، البروفيسور هو الكل في الكل، بس هو اللي على السبورة أو على السكرين بيشرح الباوربوينت وخلاص. لازم يبقى two-way dialogue، أسمع للطلبة والطلبة تسمع لي، يبقى في interaction fun different techniques. تمام. اخر حاجه انه لازم فعلا الدكتور يحرص على الطالب وعلى مستقبله وعلى، ولازم يعرف انه برضو الطالب ده او الطالبه دي عندهم حياه بره الجامعه، فالموضوع مش ان انا هطحنهم هديهم واجبات كتير وهعملهم معامله سيئه ويعني وخلاص. هم اجان في ناس للاسف تفكر ان الطلبه تحت رحمتي فخليهم يعملوا كل حاجه بقى انا عايزها، ما ينفعش. الطلبة برضو عندها حياة برة، عندها مشاكل، عندها حاجات كتير، في ضغوطات، فإحنا لازم نحط ده في الحسبان، نبقى السهل الممتنع كمان، مش الواحد يبقى متساهل قوي ولا إنه هو يبقى شديد زيادة. فلازم نلاقي شعرة معاوية بيسكلي، لازم واحد يعرف يمسك العصاية من النص، إزاي يفرض احترامه على الطلبة بس في نفس الوقت يبقى برضو accommodating وما يحسسهمش انه هم هيبقوا في مأزق او يبقوا متأزمين لو نسيوا حاجة او عملوا حاجة غلط. تمام. بس انا كده وصلت لاخر البرزنتيشن بتاعتي، لو عندكم اي اسئلة. وشكرا قوي على استماعكم.